هالو everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. معادنا النهاردة ان شاء الله مع ابطال تانية ابتدائي ومنهج كونكت. النهاردة ان شاء الله هنشرح جرامر يونت 9 الوحدة التاسعة الترم التاني. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو, ما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. هنقرأ بعض كلمات يونت 9 عشان دي اللي هنستخدمها في الجرامر دلوقتي. أول كلمة عندي animals. animals يعني حيوانات, بقرة cow, حمار donkey, donkey, دجاجة hen, hen, بطة duck, 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 سمكة fish, fish, معزة goat, 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 حصان horse, horse, خروف sheep, sheep, sheep. نبدأ شرح الجرامر. الجرامر أول حاجة فيه بيتكلم عن there is. there is يعني يوجد للمفرد, وعندي حاجة تانية اسمها there are يعني يوجد برضو بس يوجد للجمع. خد بالك يا سنة تانية, أي حاجة فيها is يبقى بتكلم عن singular مفرد, أي حاجة فيها are يقصد بيها جمع. يبقى there is يوجد للمفرد, there are يوجد للجمع. repeat after me, there is, there is يوجد للمفرد, there is, there is يوجد للجمع, there are, there are, there are. مالها there is؟ مش هي معناها يوجد للمفرد؟ يبقى لازم يجي وراها كلمة مفرد, وخد بالك ان الكلمة المفرد في اللغة الانجليزية لازم يجي قبلها يا اما a او an. الكلمة singular المفرد في اللغة الانجليزية لازم يجي قبلها a او ان. طب امتى استخدم ايه وامتى استخدم ان؟ كنا شرحناها قبل كده, قلنا ان دي اداة نكرة بتيجي مع اي كلمة بادئة بفاول. يعني فاول يعني حرف متحرك. انا عندي في اللغة الانجليزية خمس حروف متحركة a e i o u, a e i o u, دي اسمها حروف vowels يعني حروف متحركة. يبقى الكلمة اللي بدأ بأي حرف من الخمسة دول A, E, I, O, U يبقى هجيب قبلها أداة النكرة N. إنما لو أي كلمة بدأ بconsonant, يعني إيه consonant؟ يعني حرف ساكن. إيه الحروف الساكنة؟ هي الحروف اللي هي غير الـ A, E, I, O, U اللي هي زي مثلا B, D, F, G, H. أي حرف من الحروف غير الخمسة دول دي بنسميها حروف consonant, ساعتها هجيب الكلمة قبلها أداة نكرة اسمها an. طب تعالى ناخد كده example. بيقول there is يوجد, طالما there ومعها is يعني يوجد للمفرد يبقى لازم يجي وراها كلمة مفرد. there is a hen, قلنا هن يعني دجاجة يبقى يوجد دجاجة. خد بالك هنا استخدم قبل هن a عشان هن ال h هنا حرف consonant يعني حرف ساكن. يبقى حروف الساكنة بيجي قبلها A, الحروف الفاولز المتحركة بيجي قبلها N. There is a hen on the farm, يوجد دجاجة في المزرعة, وكلمة مزرعة يعني farm بيجي حرف جر معها اسمه on. مش هقول هنا on معناها على, لا هنا on لما تيجي مع farm يبقى معناها في المزرعة. يبقى farm بيجي مع حرف جر اسمه on, مش in the farm ولا at the farm. حرف الجر بتاع المزرعة اسمه on. يبقى there is a hen on the farm يعني يوجد دجاجة في المزرعة. طب لو أنا استخدم there are يوجد للجمع, طالما there are يوجد للجمع فيها are هي يبقى يجي وراها كلمة plural كلمة جمع. يعني كلمة الجمع بنحط لها s الجمع. عندي الاكزامبل ده, there are يعني يوجد hens, كلمة أهن دجاجة الجمع بتاعها اسمه hens. وخد بالك الكلمة الجمع ما يتحطش قبلها ولا A
ولا ان. الكلمة المفرد بس هو اللي يجي قبلها ا وان، الكلمة السنجولر المفرد يا سنة تانية هو اللي يجي قبلها ا وان. انما اي كلمة بلورال جمع، اذا كان بقى جمع شاذ جمع منتظم، لازم ما يجيش وراها ولا ا ولا ان. يبقى there are hens، يوجد دجاج، on the farm هنا مش on معناها على، هنا on معناها في. There are hens on the farm يعني يوجد دجاج في المزرعة. يبقى الخلاصة ان هو عايز يقول ان there is يوجد المفرد بجرها كلمة مفرد، والكلمة المفرد يبقى معاها اما a او an. وبيقول كمان ان there are يوجد للجمع، يوجد للجمع يعني بجرها كلمة جمع. طب لو هو عايز يعمل question، سؤال في there is وسؤال في there are، هنعمل ايه؟ السؤال لازم يبدأ بحاجة اسمها helping verb. يعني helping verb يعني فعل مساعد، والأفعال المساعدة في الحالة دي يا إما is يا إما are. الفعل المساعد عندي يا إما is يا إما are. يبقى السؤال هيبقى is there، مش هي كان اسمها there is، هي كان اسمها there is يوجد للمفرد، لا اعكسها تبقى السؤال بادئ بis. is there يعني هل يوجد، وطالما السؤال برضو في is يبقى لازم يبقى كلمة مفرد. طالما السؤال في is يبقى لازم يبقى مع كلمة مفرد قبلها ايه او ان. is there هل يوجد a cow، cow دي مفرد، هل يوجد بقرة on the farm، هل يوجد بقرة في المزرعة. ساعتها انا هجاوب ازاي؟ اي سؤال بادئ بis، اي سؤال بادئ بار بيبقى معناه هل، يعني اجابته yes او no وعملية المقص. yes واعكس دي is there، ترجع زي ما كانت في الأول خالص there is، يبقى الإجابة yes there is. طب لو الإجابة no هتحط no وراها there و is زي ما عكسناها، وطالما في no في الأول يبقى not في الآخر. وخد بالك من حاجة صغيرة جدا بتفرق معاك، إن بعد yes أو no حط comma، بعد yes أو no تحط comma. طب لو السؤال في حالة الجمع، ساعتها السؤال هيبقى معناه are there يعني هل يوجد، are there يبقى هل يوجد، are there يعني هل يوجد، و is there يعني هل يوجد. هنا طالما في are يبقى لازم الكلمة تبقى plural جمع، are there ولازم معاها كلمة plural جمع. are there cows، are there cows on the farm، هل يوجد بقر أو أبقار في المزرعة؟ لو في هتقول yes وتعمل عملية المقص. يعني عملية المقص يعني are the number one، there the number two، اعكسهم تبقى تنزل there are، يبقى الإجابة yes there are، الإجابة تبقى yes there are. طب لو ما فيش no، no اعكس برضو نفس اللي احنا عملناه هنا، no there are not، no there aren't، no there aren't، no there aren't، yes there are. وخد بالك ان بعد yes و no بنحط comma، علامة صغيرة اسمها comma. عندي آية استفهام مهمة وسهلة في نفس الوقت، وهي how many، كم العدد يعني how many، كم العدد يعني how many، how many كم العدد، how many كم العدد، how many. لما تيجي تلاقي السؤال بادئ بhow many، خد بالك ان انت لازم تحط وراه كلمة جمع. كم العدد how many، لازم نحط وراه كلمة جمع. السؤال اللي بادئ بhow many كم العدد، تدور وتحط وراه على طول الكلمة الجمع، الكلمة البلورال، وفي الآخر are there. زي ايه؟ بيقول how many cats، how many كم عدد cats، ادي how many جت وراه كلمة جمع اهي اخرها اس الجمع. how many cats كم عدد القطط، are there الموجودة، how many cats are there، how many cats are there كم عدد القطط الموجودة. بص للصور كويس، طبعا انت هتعد 1 2 3، هكتب 3؟ لا، لازم في جزء من السؤال بينزل ايه هو، شايف are و there اعكسهم تبقى there are، are there تنزل they are، are there تنزل they are، they are وابدأ عد 1 2 3، يبقى there are 3 ونزل كلمة cats، there are 3 cats يعني يوجد 3 قطط. خد بالك ان احنا عندنا في حالة الجمع، عندي الجمع المنتظم والجمع الغير منتظم، او بنسميه جمع شاذ. يعني ايه جمع منتظم وجمع غير منتظم، او اللي هو الجمع الشاذ؟ زي بعض الكلمات اللي عندي، اهن ا ومعاها هن، ده معناه ان هي دجاجة واحدة. هنا عايزة احولها لبلورال
change into plural يعني حولها الى جمع. خد بالك ان الاي او الان بتيجي مع السنجلر، لما اجي احول لجمع بحذف الاي والان واحط في الاخر اس بلورال يعني اس الجمع. يبقى اهن دجاجة واحدة، الجمع بتاعها يبقى اسمه هنز. طب لما اقول اكاو، اكاو يعني بكرة واحدة، عايز اقول ابكار كتير، بشيل الآ اللي في الاول دي اللي هي بتدل على المفرد وحط في الاخر كاوز اس بلورال. عندي ان ابل يعني تفاحة واحدة، الآ والان بيدل على المفرد، بتدل على الحاجة الواحدة بس. ان ابل يعني تفاحة واحدة، عايزة اجمعها بشيل الان وحط اس بلورال في الاخر يبقى اسمها ابلز. انما الجمع الشاذ زي كلمتين عندي مهمين في درس النهاردة، افش كلمة سمكة واحدة يعني افش، عايزة اجمعها بشيل الآ وهي هي نفس الحروف من غير ما ازود اس الجمع، يبقى افش الجمع بتاعها هو اسمه فش. وكذلك كلمة خروف اشيب، خروف واحد اشيب، اشيب عايز اقول خرفان، بشيل الآ وجمع شيب هو زي ما هو نفس الحرف نفس الحروف نفس الكلمة ومحطش اس بلورال، يبقى فش وشيب سمكة وخروف الجمع بتاعهم بنفس الحروف من غير ما زود اس الجمع. هو ده الجمع الشاذ او الجمع الغير منتظم.